السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا هتكلم على الإندوكراين سيستم بارت 2 الجزء الثاني. الإندوكراين سيستم مقصود فيه نظام الغدد السماء، يعني الغدد اللي بتفرز إفرازاتها مباشرة في الدم، ما تحتاج إلى أوعية دموية. من أمثلة الغدد اللي بتفرز إفرازاتها في قنوات زي الغدد العابية. طيب عندي كمان غدد مشتركة بين الإندوكراين وبين الإكسوكراين اللي بتفرز إفرازاتها في قنوات نسميها بالإكسوكراين. الإندوكراين في الدم. طيب في غدة ثالثة بتعمل ميكس بين الحالتين هذه، يسميها بي الميكس جلاند، تشمل الاندوكراين والاكسوكراين. اول غدة حتكلم عنها في البارتو اللي هي عبارة عن الادرينال جلاند، فين موجودة؟ فوق الكلية. عبارة عن ايه؟ لو اخذنا كروس سكشن في القطع هذا كله نلاحظ ان هي من برا محاطة بكابسول، اي غدة محاطة بكابسول، تمام. بعد كده عندي منطقة بحجمها جدا كبير ناخذ 3-4 قطاع نسميها بي أدرينال كورتكس، القشرة زي العيش، عندي برا في العيش قشرة وعندي الجزء اللي غالبا الناس تخرجه نسميه باللو. فالأدرينال جلاند عندي الكورتكس القشرة 3-4 قطع، وعندي جزء اللي في النص نسميه بي الميدولة أو اللو. اللي يميز الميدولة وجود السنترال فين، الأشياء الزرق الكبيرة هذه عبارة عن الوريد المركزي. نيجي ناخذ قطاع طولي من البداية من راسه إلى رجله، من منطقة الكابسول إلى منطقة الميدولا، وهذا شكل التخطيط حقها. هذا الشكل التخطيطي. أنا عندي هذا الكابسول وهذا الكورتكس عبارة عن 3-4 قطاع، وهنا عندي الميدولا وقلنا يميزه السنترال فين. نمسك منطقة منطقة. الكابسول عبارة عن كونكتيف تيشو بيمسك الغشاء من برا. الأدرينال كورتكس 3-4 قطاع لأنه أصلا عبارة عن 3 أجزاء، سموا كل جزء بناء على تجمعات الخلايا، تمام. شكل تجمعات الخلايا كيف بيكون شكلها سموها. أول واحدة تجمعات الخلايا ماخذة شكل الكبة أو شكل الدوائر، سموها بالزونة جلوميرولوزا، المنطقة المكببة. زونة ميز زون منطقة، جلوميرولوزا ميز جلوميرولوزا اللي هو عبارة عن الكبة أو الكبيبة. شكل تجمعات الخلايا في المنطقة الأولى ماخذ شكل الكبة أو شكل الدوائر. يميز الخلايا إن هي طويلة والنواة تعتبر مركزية. النواة تعتبر مركزية، مركزية بمعنى إن هي في نص الخلية نفسها، تمام. هذه بالنسبة للمنطقة الأولى. نيجي للمنطقة الثانية، شكلها زي الحزم، زي ما احنا شايفين خيوط 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 كأنها حزم، فسموها بالمنطقة الحزمية زونا فاسيكولاتا. هذه ثاني منطقة اسمها زونة فاسيكولات، المنطقة الحزمية. شكل تجمعات الخلايا شكلها زي الحزم. الخلايا الحبة عبارة عن ايه؟ شكلها متعددة الأضلاع والنواة تعتبر مركزية في النص، تمام. في فرق بين مركزية وبين قاعدية. مركزية تكون في النص تماما، أما القاعدية تكون قريبة من البيسمنت ميمبرين. فكل الخلايا اللي هنا عبارة عن نواة مركزية في المركز في النص. طيب نيجي للمنطقة الثالثة، في منطقة الكورتكس اللي هي الزونة ريتيكولاريس، المنطقة الشبكية. إيش يعني شبكية؟ يعني بدأت تظهر عندي تجاويف. هذه الأشياء البيضاء اللي قاعدة أشير عليها عبارة عن ساينسز أو تجاويف أو ديوب، فسموها بالمنطقة الشبكية الزونة ريتيكولاريس. ريتيكولم يعني شبكة. ليه؟ نتيجة لوجود بدأت تظهر عندي تجاويف، ونفس الخلايا اللي كانت فوق تنزل لتحت، خلايا متعددة الأضلاع والنواة أشبهها تعتبر مركزية. هذا بالنسبة لمنطقة الكورتكس، 3 مناطق، 3-4 قطاع عبارة عن الكورتكس، في 3 مناطق، المنطقة المكببة، المنطقة الحزمية، والمنطقة الشبكية. نيجي للسنترال فين، الوريد المركزي، عفوا الميدولا. أكثر شيء مميز فيها اللي هو عبارة عن السنترال فين، فيها واحد، فيها اثنين، فيها كبير، فيها صغير، فيها متوسط، فيها أشياء مرة كثيرة من الأحجام من السنترال فين. طيب إيش شكل الخلية؟ سبحان الله، الخلية تعتبر كبيرة في الحجم وتحتوي على أكثر من نواة. الخلية تكون كبيرة في الحجم وتحتوي على أكثر من نواة، واضح؟ والخلايا تكون فاتحة كمان. هذا بالنسبة للأدرينال جلاند. طيب ندخل على قطاعاتنا، هذا الأدرينال جلاند شكلها زي الدمعة، تمام؟ شكلها زي الدمعة، هذا شكلها زي الدمعة. 3-4 قطاع، هذا كله عبارة عن كابسول. شوفوا قديش 3-4 قطاع. المنطقة اللي في نص الفاتحة هي الميدولا. الأشياء الدوائر هذه كبيرة صغيرة متوسطة، 1-2-3، هذه كلها تعتبر السنترال فين، واللي من برا برا يحيط بالأدرينال جلاند عبارة عن الكابسول. طيب نشوف اللي بعده، هذا كمان قطاع ثاني من جهة ثانية، من برا برا عندي
العصب، بعد كده هذا كله عبارة عن القشرة أو الكورتكس. المنطقة الفاتحة اللي في النص هي عبارة عن الميدولا، والأشياء التجويف البيضة هذه عبارة عن السنترال فين. كمان قطاع ثاني بدأ يتكبر من برا وبرا، عندي كبسول. تمام، بعد كده هذا كله عبارة عن الكورتكس، وتحت ننزل على الميدولا كمان ثاني. هذا كابسول، هنا عندي الكابسول، بعد كده عندي كل هذه المنطقة الكورتكس، فيها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول المنطقة اللي فوق قلنا اسمها زونة جلوميرولازا، المنطقة المكببة، لاحظوا فيها أشياء كذا غامقة وكأنها مثنية أو معكوفة، هذه زونة جلوميرولازا المنطقة المكببة. بعد كده جينا المنطقة بشكل هذا الحزم اللي هي زونة فاسيكولاتا الحزمية، بعد كده تبدأ تظهر التجاوب اللي هي زونة ريتيكولاريس. نفس الطريقة تلاحظوا فوق لو قربنا، لاحظ انه المنطقة من فوق فيها زي الحزم، كأنها حزم نازلة. بعد كده تبدأ تظهر التجاويف اللي هي منطقة الشبكة زونة فاسيكولاتا. واخر منطقة عندي في النص اللي هي تعتبر الميدولا، وهذا الشيء الابيض هو عبارة عن السنترال فين. هذا بكل بساطة الادرينال جلاند. طيب الان اجي الى قطاعاتنا، الثانية اللي هو عبارة عن عندي كلها قطعات من النت راح أعديها، ندخل على الدستس أو الخصية. الخصية موجودة داخل كيس الصفن خارج الجسم، لأن الحيوانات النووية تعيش في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. طيب إذا أخذنا كروس سكشن، تمام، في الخصية نلاحظ إنه هو نفس التركيب. هذا عبارة عن إيه؟ مجموعة من الحجرات، لاحظوا هذه كلها عبارة عن حجرات ملفوفة جوتها ونيبيبات ملفوفة ملايين الالتفافات. اللي حيصير انه انا حاخذ كروس سكشن في المنطقة هذه في واحدة من الحجرات بالونيبيبات حقتها، اللي حيطلع عندي هذا الشكل التخطيطي حقه. فهذا قطاع في كروس سكشن، قطاع في القطاع عرضي في الونيبي في الخصية يوضح سيمينيفروس تيبيوز الونيبيبات الملوية. ناخذ أونيبيبة واحدة ونبدأ نشرح عليها. عبارة عن أول حاجة الخلايا ترتكز على غشاء قاعدي نسميه بي البيسمنت ميمبرين. طيب أول صف من الخلايا بنولد فيها الذكاء، مجموعة من الخلايا سبحان الله نسميها بي سبرماتوغونيوم، أمهات المني، أمهات لأنها بتعطيني بقية الخلايا اللي قدام. سبرماتوغونيوم أمهات المني هي مجموعة من الخلايا مرصوصة على البيسمنت ميمبرين في الأونيبيبات الملوية، سبحان الله بنولد فيها الذكاء. عند البلوغ تخرج واحدة حبة سبرماتوغونيوم، يبدأ يصير حجمها جدا كبير، في خطأ هنا في الرسمة، حجمها يصير جدا كبير، تبدأ تضاعف الخلية المواد الوراثية والبروتينز وكل حاجة جواتها، وتبدأ يصير حجمها جدا كبير، نسميها بالبرايمري سبرماتوسايت. بعد كده الكبيرة هذه تبدأ تنقسم اثنين، تعطيني السكندري سبرماتوسايت أصغر من البرايمري. بعد كده كمان تنقسم السكندري تعطيني أصغر نسميها بالسبرماتيد. آخر حاجة كل حبة سبرماتيد تبدأ تتحول وتعطيني سبرم أو حيوان منوي. هذا بكل بساطة الأنيبيب المنوية. طيب الحيوانات المنوية بتخرج خارج الجسم، فهي تعتبر إكسوكراين خارجية الإفراز. طيب إيش اللي بيعطينا صفات الذكور الثانوية؟ إيش الشيء اللي بيخلي صفات الذكر تبدأ تظهر مثلا زي صوت الخشين، زي مثلا الشعر؟ هذه كلها بتظهر عن طريق خلايا الدج. خلايا الدج موجودة بين الأنيبيبات، هذه هي الأشياء. تمام، هذه اللي بتعطيني صفات الذكور الثانوية، خلايا بتفرز إفرازاتها داخل الجسم، فهي تعتبر إندوكراين. عشان كده سمينا التستس من الميكس جلاند، غدة مختلطة، لأنه فيها إفرازات بتروح خارج الجسم وفيها إفرازات بتكون داخل الجسم. طيب نشوف قطاعاتنا. هذه التستس حقتنا، قطاعها على 10 أو على 4 بدل منظر دوائر 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 صغيرة. طيب نبدأ نكبر، طيب عشان نشوف إيش يعني دوائر. كمان كبرنا، لاحظوا الأشياء الغامقة، هذا سبرماتوغونيوم، تمام، هذا اللي واضح فيه. بعد كده اللي بين السيمينيفروس تيبيوز الأنيبيبات المنوية هذه عبارة عن خلايا لدج. طيب نبدأ نكبر، نشوف حبة خلية. احنا قلنا أول شيء تركز عليها البيسمنت ميمبرين، غشاء قاعدي. أول مجموعة من الخلايا قلنا غامقة هنا واضحة، بينولد فيها الذكر نسميها بأمهات المني سبرماتوغونيوم.
بعد كذا تخرج حبة عند البلوغ ويصير حجمها جدا كبير، لاحظوا أكبر حجم من الخلايا في القطاع. هذه هي عبارة عن البرايمري. تنقسم البرايمري تعطيني أصغر اللي هي عبارة عن السكندري، تنقسم أصغر تعطيني حاجة أصغر اللي هي السبرماتيد الطلايع المنوية، آخر شيء تبدأ تعطيني الأشياء مثل الفتاة الصغيرة، هذه عبارة عن الحيوانات المنوية أو السبيرم. طب نشوف مكان ثاني، هذه عند البيسمنت ممبرين. بعد كده ترتكز على الغامضة اللي هي سبرماتوغونيا. بعد كده تبدأ الحبة تصير برايمري، بعد كده تنقسم اثنين سب سكندري، بعدها تنقسم أصغر تعطيني سبرماتيد، وآخر شيء تنتهي بالحيوانات المنوية. هذه هي الأشياء المثلثة دي الصغيرة، هذه هي عبارة عن الحيوانات المنوية. وعندي بين الأميبيبات تسميها بخلايا لدج كمان بشكل أوضح، سبرماتوغونيوم وبيسمنت ممبرين. بعد كده برايمري، بعد كده تنقسم تعطيني سكندري، تنقسم تعطيني سبرماتيد، آخر شيء تعطيني السبرم والحيوانات المنوية. وعندي هنا خلايا لدج. هذا بكل بساطة التستس. طيب ندخل على آخر جزئية اللي هي عبارة عن الأوفري، وهذه كلها قطعات من متن الحادية. ندخل على الأوفري. المبيض موجود على جانبي الرحم، على اليمين على اليسار، حجمه بحجم حبة اللوز الصغيرة. تمام، اللي حيصير انا حاخذ كروس سكشن في المنطقة هذه. ايش اللي بيصير؟ هذا الشكل التخطيط الحقيقي، كروس سكشن اوف ذا اوفري، قطاع عرضي في المبيض، عبارة عن ايه؟ قريب سبحان الله من التستس. اول شيء شكله يا بيضاوي يا دائري، هذا واحد. اثنين، الفيميل والانثى بتنولد سبحان الله عندها عدد من البويضات نسميها اعشاش، اعشاش البويضات نسميها بالاوغونيوم، اعشاش من سبحان الله المجموعة من البويضات تنولد فيها الانثى نسميها بالاوغونيوم. تمام، طيب عند البلوغ ايش اللي بيصير؟ عند الدورة الشهرية ايش اللي بيصير؟ بتخرج حبة تمام من البويضة، ويصير حوالينها صف واحد من خلايا الحيوصلية. الخلايا الحيوصلية هذه خلايا تهاجر من بطانة الرحم. هذه الخلايا سبحان الله كل ما زاد عددها يبدا يتكون حوالين البويضة سائل، اللي ظاهر لي هنا شيء ابيض تجويف، لكن هو سبحان الله اصلا سائل. من فين جاي؟ من الخلايا الحيوصلية. كل ما زاد عدد الخلايا الحيوصلية تبدا تفرز لي سائل. تمام، طيب هذا بالنسبة للبرايمري او اوسايت بويضة اولية. طيب في السكندري او اوسايت زاد عدد الخلايا الحيوصلية، بالتالي زاد عندي حجم السائل، عطتني السكندري، بيزيد عدد الخلايا الحيوصلية، بالتالي بيزيد عدد السائل لين ما يعطيني أكبر حجم من البويضة داخل الأوفري نسميها بالجرافيوم فوليكلز فويسلت جراف. هو عبارة عن إيه؟ بويضة في واحدة من الزوايا تحتوي على خلايا حيوصلية، تحتوي على كمية كبيرة من السائل. طيب إيش اللي بيصير؟ سبحان الله كل ما كان السائل ده بيتملى من الخلايا الحيوصلية يبدأ يدخل البويضة في واحدة من الزوايا. لما يشتد السائل او يزيد عدده او يزيد حجمه سبحان الله ابدا يخرج البويضه خارج الرحم، ابدا يشق لي سبحان الله الاوفري، ابدا يخرجها خارج الاوفري، يلتقطها عند حاجز المكنسه كده فوق الاوفري نسميها بي قناه فالوب، تبدا تاخذ هذا القناه سبحان الله وتبدا تدخل الرحم. اذا حصلت حيوان منوي تلقحت، ما حصلت حيوان منوي نزلت وصلت الدوره الشهريه. طيب هذه البويضه وخرجت السائل، دف البويضه وخرجها برا الأوفري. طيب هذا عندي الحويصلة حقت جراف، لكن الآن ما فيها البويضة، إيش يصير فيها؟ تبدأ تتحول إلى سبحان الله جسم متكرمش. تمام، وبالفعل يبان سبحان الله تحت المجهر كجزئية كده متكرمشة متكتلة زي المخ شكلها، نسميها بالكاربس يوتيم اللي هو الجسم الأصفر. هذا بكل بساطة عبارة عن القطاع العرضي في الأوفري أو الكروس سكشن في الأوفري. طيب نشوف قطاعاتنا، هذا قطاعاتنا. طيب اول حاجه حوريكم الاوغونيا، هذه سبحان الله الاوغونيا شيء واضح، هذه هي الاوغونيا اعشاش البيض سبحان الله موجوده حولين الاوفري من الاطراف، هذا شكلها. بعد كذا هذا لاحظوا جزء بتكرمش شكله زي المخ، هذا عباره عن الجسم الاصفر كوربس لوتيوم. لاحظوا هنا هذا حويصلة، هذه بويضة تمام، وهذا صف واحد من خلايا الحويصلية، وهذا صف ثاني من خلايا الحويصلية، هذه تعتبر سكندري. طيب
هذه بويضة لازم يكون جوتها نواة، هذه بويضة، هذا كلها خلايا حويصلية، وهذا كله سائل حويصلي، هذا أكبر حجم من الحويصلة داخل الجسم، هذا نسميها بحويصلة جراف. اللي أصغر من حويصلة جراف دائما نسميها بالسكندري، يعني دي تعتبر سكندري. هذه كمان شكل ثاني، هذه بويضة، شوف النواة سبحان الله، وهذه الخلايا الحويصلية، وهذا عندي سائل حويصلي، هذه كمان تعتبر سكندري. هذه صح انها حويصلة لكن لا تحتوي على بويضة، هذه لسه خرجت منها بويضة، لسه ما صارت الجسم الأصفر. لاحظوا هذا كمان شكل الجسم الأصفر، شكله زي المخ، شكله بالضبط زي المخ، وهذه كلها حويصلات خرجت منها بويضات لكن لسه ما صارت ايش الجسم الأصفر. وفي بعض الأحيان تكون ناتجة عن من كثر ما يكون القطاع مرة نحيف، فبينقص ينقص القطاع كده، بيجيني قطع مرة نحيف، وبالتالي ينقص كده بالخطأ، تمام، يعطيني زي كده تجاوب بعضه زي اللنشون. يعني اجي اقص اللنشون احيانا تجيني قصة كاملة طالع لنشون قطعة كاملة دائرية، واحيانا لا ينقص بالغلط لانه الشريحة طلعت اسخف على قولهم، فبالتالي ينقص بالنص، فهذا بعض القطاع يكون انقص بالخطأ. طيب هذه كمان بيضات ما صارت الجسم الأصفر. لاحظوا هذه بويضة، وهذه بداية تكوين الجسم، عفوا البويضة بداية تكوين التجويف اللي هو تابع للسائل الحويصلي، هذه تعتبر سكندري، وهذه بويضة وهذا سائل يعتبر كمان سكندري. طيب شوفوا البرايمري كيف شكلها، بويضة وصف واحد من خلال الحويصلي، هذه تعتبر برايمري بكل بساطة، بويضة تمام، وهذا صف واحد من الخلايا الحويصلية. طب نشوف السكندري، بويضة وهذا صف واحد من الخلايا الحويصلية وكمان صف ثاني من الخلايا الحويصلية، هذه تعتبر سكندري. هذه بويضة وهذه خلايا حويصلية، وهذه كلها يعتبر السائل الحويصلي، هذه تعتبر كمان سكندري. هذه جرافين فوليك.